الحمد لله منزل الفرقان الذي هدى به العميان إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الكرام، قد نوهنا في الخطبة السالفة بمبلغ شأو القرآن في علاج النفوس العليلة ورفع الهمم الكليلة، وأن القرآن وتدبر القرآن الكريم شفاء لداء الشبهات والشهوات، وأنه يعيد الاتزان الفكري والاعتدال السلوكي لمن تلاه حق تلاوته. وفهم القرآن أيها الإخوة على مستويات ودرجات، ليس كل فهم يساوي الفهم الآخر، ودرجات الفهم مراتب ومراتب متفاوتة. فمن فهم القرآن ما لا يختلف فيه اثنان وهو المعنى الظاهر المتبادر إلى ذهن الإنسان أو إلى من يعرف ظاهر اللسان العربي. فكل مثلا من يعرف لفظ إن وأوها والبيوت ولفظ العنكبوت، من يعرف المعنى المعجمي لهذه الكلمات يعرف المعنى التركيبي الإسنادي لقول الله تعالى وإن أوها البيوت لبيت العنكبوت. لكن هل هذا القدر من الفهم هو التدبر؟ هل فهم هذا المقدار من المعاني المعجمية، هل هذا هو التدبر الذي ندبنا إليه في كتاب الله تعالى؟ كلا، إنما هو مفتاح للتدبر لا غايته ولا منتهاه، إنما هو مبتداه. وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية وأخرى إضافية. فالحقيقية هي تابعة لقصد المتكلم ومراده، وهذه لا تختلف، وهو المعنى اللغوي المعجمي، المعنى الإسنادي التركيبي للكلمات. قال: والإضافي أو المعنى الدلالة الإضافية، يقول: هذه تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ودلالاتها. ثم يقول: وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك. وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر من أحفظ الصحابة رضوان الله عليهم لحديث النبي وأكثرهم جمعا له، ومع ذلك كان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت كانوا أفقه منهم وأكثر فهما، بل إن عبد الله بن عباس وهو من أصاغرهم أكثر فهما منهما. يقول ابن جرير، يروي ابن جرير قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الزناد، قال ابن عباس رضي الله عنه قال: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وهذا الذي ذكرناه آنفا، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن النوع الأول، وهو الذي تعرفه العرب من كلامها، يعني معرفة المصطلحات أو معرفة الكلمات العربية، مثل معرفة معنى البيت، معرفة معنى الصنوان، معرفة معنى الطلح أو الإيلاء. وحتى هذه المعرفة يتباين فيه الناس، حتى ألف العلماء في غريب القرآن، وهو نوع من علوم اللغة يتناول المفردات المستغربة الغريبة، وهذه تختلف من وقت إلى وقت كلما تباعد الناس
عن زمن مشكات النبوة قل علمهم بها، وكلما اختلطت لغاتهم بلغات شعوب أخرى ضعف إدراكهم للغتهم. فمثلا في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالعربي يعرف من كلامه أن الألية هي الحلف، الإلاء الحلف، كما قال قائلهم قال في مدح آخر قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي. هذا المعنى اللغوي، لكن ما المراد بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم؟ أي حلف هذا؟ على أي شيء يحلف؟ بما يحلف؟ هنا يأتي دور الفقهاء المستنبطين، فليس هو أي حلف، إنما هو حلف الزوج على ترك وطء امرأته. ثم هناك نوع آخر، يقول ابن جرير وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو العلم بالمعاني المستفيضة المشهورة التي تعلم بالضرورة. مثلا قول الله تعالى أو معنى إقام الصلاة، إيش معنى إقام الصلاة؟ كل واحد يعرف معنى إقام الصلاة وأنه أداء عبادة مخصوصة، مع أن معنى الصلاة الشرعي يختلف عن معناه اللغوي، فالصلاة في اللغة هي الدعاء وليست هذه العبادة المعروفة بهيئاتها المخصوصة. ثم تفسير لا يعلمه إلا العلماء، وهو كل علم أو كل معنى كان متوقفا على الاستنباط والاجتهاد وعلى التضلع في علوم اللغة العربية. يقول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم أيها الإخوة، القرآن الكريم ليس مجرد كتاب قصصي كما هو حال غيره من الكتب المحرفة المبدلة التي يغلب عليها الطابع القصصي. القرآن نبراس الحياة، وفيه تقرير المناهج الرشيدة وإبطال الحقائق وإبطال الباطل بالحجة الفالجة. ومما يدخل في معنى تدبر القرآن، وحري بنا أن نسلك هذا المسلك، أن تقارن هدي القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية المعاصرة وأفكارها. فانظر على سبيل المثال بعض الأنماط الفكرية المنهجية للقرآن الكريم. مثلا القرآن الكريم يفرق بين المعترف بتقصيره فيجعله قريبا من العفو، فيقول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أولئك عسى الله أن يتوب عليهم، فجعلهم قريبين من رحمة الله وعفوه. وانظر حال المحتال الماكر المنكر المبرر لسوء فعله بشنيع تأويله. يقول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت منكم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عقوبة المسخ هذه أكانت على مجرد صيدهم في يوم السبت؟ هل يعقل أنهم مسخوا قردة لأنهم صادوا في يوم السبت، مع أنهم اجتاحوا واقترفوا ما هو أكثر وأعظم من مجرد صيد السمك يوم السبت؟ لكن هذه عقوبة احتيالهم وخداعهم وتأويلهم المنكر للنصوص. بالتأويل والتبرير يكبر الذنب وتعلو الشناعة أيها الإخوة، والله عز وجل يرى ما في القلوب ويعلم السرائر وعنده يتبدى ما في الضمائر. وانظر قضية أخرى يقررها القرآن ويمنهجها، وهي قضية منهجية أو مرجعية فهم الصحابة للإسلام، وأنه ليس لكل أحد أن يفهمه كما شاء فيسلبه بذلك المعنى والمغزى،
إذ لو كان كل واحد إذ لو كان لكل أحد أن يفهمه كما شاء لم يكن حاجة لم تعد حاجة إليه أصلا. وما حاجة وما الحاجة إلى اللغة وتركيباتها وأساليبها إذا كان لكل أحد أن يفسره على ما يشاء وأن يضمنه معنى ما يشاء. لكن مرجعية الصحابة فيها ربط القرآن بتجربة بشرية. يقول الله تعالى في هذا المعنى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمخاطبون هم الصحابة. ويقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فليس القرآن الكريم نصا مفتوحا لكل واحد ولكل مذهب ولكل فكر رديء، بل هناك نموذج سابق حاكم للتفسيرات اللاحقة. والقرآن الكريم أيها الإخوة كتاب معياري تعاير به القيم والموازين. فتفحص القرآن الكريم عن قيمة الحياة الدنيا في معيار القرآن، تفحص عن قيمة المصالح المزعومة، تفحص عن قيمة المؤمن. ما قيمة المؤمن في كتاب الله؟ ما قيمة الكافر؟ بل ما قيمة الدابة؟ ما قيمة العلاقة الزوجية؟ كل هذه الأشياء تفحص في القرآن. فإن القرآن الكريم مرآة لقلب المؤمن لا يضاد القرآن ولا يناقضه. هكا على سبيل المثال تقرير القرآن لقيمة الحياة الدنيا، يقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول الله تعالى آمرا نبيه بأن يخاطب أزواجه قائلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهن بين البقاء معه وبين الطلاق. لأي شيء؟ لأنهن طالبن بزيادة النفقة، طالبن بزيادة النفقة. ما هو ما قوت يومهم؟ ما قوت يومهم هو التمر والماء، التمر والماء. وهل بعد ذلك يصور تعليل المحرمات القطعية بمصالح مزعومة لا هي ضرورية ولا يخشى من عدمها موت ولا تلف؟ وهذه نماذج أيها الإخوة، وما هي إلا غيظ من فيض. فاسرح في جنابات القرآن لتجني جناه. واقرأ القرآن كتاب واقع تخاطب به، اقرأه وقارن بتقريراته واقعك وما يسمى بروح العصر. اقرأه كذلك تنفتح لك آفاق المعرفة. يقول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.